بيبقوا سعداء قد ايه بكل فوز بيحققوه، بكل بطوله بيحققوها. يعني اكيد النادي الاهلي كبير، وعشان كده دائما اللعيبه حاطه الموضوع ده في دماغها، وعارفه ان حالات الفوز ليهم بتخلي الجماهير دي سعيده بابسط حاجه انت ممكن تعملها بمكسبك بحصولك على بطوله. يعني الامور بتختلف نفسيا بالنسبه لهم. ده طبعا الاتوبيس او الباص الخاص بفريق النادي الاهلي وتوجهه لملعب اللقاء، ملعب استاد القاهره. ان شاء الله يبقى يوم جميل ويوم كده بيفرح جماهير النادي الاهلي، ويطلع بقى لجماهير مصر كلها مباراه رائعه، مباراه تكون كده فنيا جميلة، الأمور تبقى سهلة وبسيطة، تحكيميا جميلة. لسه طبعا بعد الفاصل اللي هنكون معانا كابتن سمير عثمان وكلام عن جزئية التحكيم ولقاءات القمة، حاجات كتير جدا هنتكلم عليها وتغطيتنا خاصة من خلال قناة النادي الأهلي. أستاذ عصام، يعني آخر حاجة ممكن نتكلم عليها عن مباراة القمة النهاردة وتحب توجهها أو توجه سواء بقى للجمهور، لمجلس إدارة اتحاد الكورة، لكل محبي كرة القدم في مصر؟ هو احنا عموما ما بنبالغش لما نقول إن مباراة القمة دائما هي عيد للكرة المصرية. عايزين نبقى عيد بجد، يعني ما في النهاية يبقى خالي من الشوائب، خالي من المشاكل، نقدم أفضل ما أنتجته كرة القدم المصرية حتى الآن، سواء على صعيد اللاعبين، سواء على الالتزام الجماهيري، سواء المستوى التحكيمي. أعتقد أن المنظومة يجب أن تكون متكاملة حتى نخرج في أفضل صورة ونقدم رسالة للعالم كله أن مصر في سنة كأس العالم تقدم أفضل ما لديها من كرة قدم. حقيقي، وإحنا بنتكلم يعني هروح للأستاذ شريف وأقول برضو نفس الرسالة اللي ممكن توصل، لكن فعلا النهاردة يوم أو نهاية للدوري، يعتبر ان كان احنا بنتكلم لسه فاضل الماتش للنادي الاهلي، لكن نهايه ما بين فريقين كبار بيوصلوا صوره بالظبط رساله ان شاء الله، رساله للعالم كله، رساله طبعا للاستاذ شريف لو حابب تقدم رساله. هو طبعا لو النهارده عيد الكره المصريه يبقى رمضان خلص. رمضان خلص استاذ شريف. هو طبعا نتمنى ان شاء الله يعني انه زي ما قال الاستاذ عصام ان هو يبقى ختام جيد لموسم الحمد لله تم على خير، ما فيهوش مشاكل تحكيميه، نثق في حكامنا، عوده ثقه يعني نثق اكتر في حكامنا. الحمد لله السنه دي ما كانش فيه مشاكل تحكيميه مؤثره حتى في اي مباريات. نتمنى ان شاء الله يكون ده فعلا ختام جيد. نتمنى نتعلم بقى من اللي بنشوفه في ملاعبنا في اوروبا، ان الكلام ده يتنقل في ملاعبنا. ازاي الفائز بنقول له بعد المباراه مبروك وهارد لك، يعني بلاش جلد الذات، يعني ماشي الدعابات اللي تبقى بعد المباريات دي ماشي كويسه جميله لطيفه، ولكن لا تخرج عن نطاق انها دعابه، ما تخشش بقى في الازمات اللي بتحصل والتراشقات اللفظيه ديت. شيء جميل ان يبقى في اهلي وزمالك بعد يوم يعني اسبوع حافل لمحمد صلاح بفوزه بجائزه احسن لاعب في الدوري الانجليزي او في انجلترا، وفوز قيادته ليفربول للفوز على روما 5-2 واقترابه من التأهل مع ليفربول الى نهائي دوري الابطال في، وان شاء الله ربنا يكرمه ويحقق انجاز، يكون ثاني عربي لاعب عربي بعد الجزائري رابح ماجر فاز بدوري الابطال. وان كان رابح ماجر في تصريحه قال لك محمد صلاح لا اقارن به، ده حاجه طبعا تصريح هايل من نجم كبير طبعًا زي رابح ماجد. لا لما الشهادات خلينا نروح لزميلنا ادهم ندى ونبض المركز الاعلامي بالنادي الاهلي من خلال مقر النادي.